قراء ومشاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجهة، من بين فقرات هذا المخيم التربوي الأول من نوعه بالمغرب، تحضر هناك أغذية أو تغذية متوازنة طبيعية 100%. نعم، يسهر عن مطبخ هذا المخيم التربوي سي المحجوب عزيزي. نعم سي عزيزي، غدا سيختتم هذا المخيم التربوي، أهم ما ميزه وهو حضور تغذية صحية. فعلاً نعم فعلا كيف ما قلتي، فهذا المرحلة اللي احنا كنتوجدوا فيها الآن بغابة المعمورة، كيف ما الكل يعرف على ان التغذيه كتلعب واحد الدور كبير 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 بزاف، والتغذيه ديالنا هي عباره عن تغذيه صحيه طبيعيه متكامله، يعني جميع العناصر والمكونات الطبيعيه اللي غادي يستافد منها الجسم كتوفر عندنا والحمد لله في هذا المخيم هذا، من زيوت طبيعيه، من 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 التغذيه بصفه عامه، كاع المكونات اللي كنشتغلوا بهم في هذه المرحله هذه ما فيهاش العناصر الكيميائيه اللي كنعرفوا كتواجد في بزاف ديال المنتوجات ديال الغذائيه، ولله الحمد فهذا كيساعد حتى الشباب على تنميه القدرات ديالهم، لا القدرات الفكريه ولا الجسمانيه، وكتساعدهم على انهم يبذلوا واحد المجهود اكثر كيف ما قلت، لا جسديا ولا فكريا، والحمد لله. نعم، كم من وجبه سمحتوا باش تقدم لها التلامذة؟ خمسه ديال الوجبات. نعم، خمسه ديال الوجبات. نعم. كاينه وجبه ديال الافطار، والوجبه ديال الاستراحه الساعه 10، ووجبه ديال الغداء والساعه 5، كاين واحد الوجبه عاوتاني ديال وجبه الاستراحه، ووجبه ديال العشاء. نعم، يعني وجبه الفطور، وجبه الفطور وجبه متكامله تتكون. نعم، تتكون من الزيت، زيت الزيتون طبيعي. نعم، عسل يعني طبيعي حتى هو، يعني كما تنقولوا دايز من عسل الحر. نعم، عسل الحر. زيت ارغان. نعم، وكما الخليط اللي احنا مشهورين به كمغاربه. نعم، اللي كنقولوا هذا. نعم، املو. نعم، بالزيت ارغان، باللوز، بالعسل كذلك. نعم، والبيض البلدي. نعم، البيض البلدي حتى هو، والحريره ديال الزرع، ديال البلبوله. نعم، ديال البلبوله ولا. نعم، ديال الزرع. نعم، البلبوله الزرع حتى هي كذلك ان شاء نعم. الله. نعم، وفي الغداء والدجاج البلدي. في الغداء الدجاج البلدي. نعم، لا في الغداء الدجاج البلدي، وكيطيب بزيت العود. نعم، زيت العود كيطيب بها، وحتى بالنسبه للعصير، حتى بالنسبه السكر اللي كنستخدموه في العصير فهو سكر اسود. نعم نعم، سكر اسود، واولا كنحلوه بالعسل الحر. نعم، يعني حتى بالنسبه للتحليه، تحليه طبيعيه. نعم نعم، وحتى الفواكه الجافه حاضره، الفواكه الجافه في التمر ما بين الاستراحه. نعم، الاستراحه ديال الساعه 5 كنوجدوا لهم واحد الوجبه اللي هي خفيفه ومتكامله، فيها اللوز، فيها القرقاع، فيها الزبيب، فيها التمر، فيها الشريحه، وعصير ديال الليمون، اولا عصير ديال البنان، الموز محلي بالعسل، اولا عصير ديال الفراوله حتى هو محلي بالعسل. نعم، اذا شكرا سي محجوب، ونكتفي بهذا القدر. شكرا.